فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، خذ جزء من حصتنا اليوم. من بعد الخصاص نحكي هوند الحارس نادي الفريقي في كرة اليد مين البدوي اعلن وتم اعلان مغادرته للفريق والتحاقه بالبطولة الشبابية. باش نعرف اكثر تفاصيل علاش غادر امين للكلوب رغم اللي عقده مازال متواصل، باش ناخذ من عنده هو بنفسه التفاصيل. امين اهلا بك. السلام عليكم، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي اكسبريس افام. شنو احوالك خويا، شنو الامور؟ الحمد لله لاباس. عم ناوي نتفكر في نفس الوقت هذا، خذيتك وقتها جاي للكلوب. اي صحيح، بنفس الوقت تقريبا. اي اليوم شنو صار امين؟ ظهر لي تجربه ما تواصلتش برشا حتى الموسم مازال ما كملش في تونس، نعرف توقف النشاط، البطوله ما وفاتش، شنو صار باش تغادر نادي الفريق وتلتحق بالبطوله السربيه؟ ظهر لي تاكد لي انت ذاك الاخبار. اي اول حاجه اسلام، نحب نشكرك على المداخله هذه انت وكيف الفريق اكسبريس سبورت اللي قاعد يغطي في نشاط كره اليد ولاقي اهتمام كبير من راديو اكسبريس افام. مرحبا. والله اسلام مش كل يوم يجيك عرض من نادي في الاوروب، اكسبيريونس جديده وافونتور جديده في عالم كره اليد. الحقيقه عرض ما يتفلتش، حكيت مع المسؤولين وكانوا هما متفاهمين الحقيقه. نحب نشكرهم بالمناسبه هذه. والله جي سوي تري موتيفي الاكسبيريونس هذه يا اسلام. كان فما عرض زاده من نادي خليجي، خيرت نمشي نلعب في صربيا باش نلعب يلعب في نونيفو، وهذه شانس وكان لازم نستغلها. فوالا اثنين الفريق اعطينا فكره على الجمعيه ماشي لها مين؟ والله فريق من غردينا، ايوا فريق يلعب كوب دوروب ديجا 28 اوت، عندنا اول ماتش في الكوب دوروب مع نادي من سويسرا. فريق كبير يلعب ديجا لي ست شامبيونات الاخرانيين هزهم الكيف هذيا. شو بحكي لك اخر سونترا ممتد على عام واحد قابل للتجديد. فوالا وقت باش تمشي ان شاء الله تبدا لونترينمون؟ لونترينمون ان شاء الله بارتير من الجمعه الجايه ان شاء الله نقدر باش تحاول لصربيا ان شاء الله. ان شاء الله. باهي انت كما قلت لك سو كونترا، كيفاش تعملت باش سايبوك للكلوب ماليا؟ كيفاش تخليت على ما عندك مستحقات خليتها اخذوا فلوس كيفاش بالضبط؟ والله اول حاجه نحب نشكر رئيس الفرع من النادي الافريقي سي قيس الدوجي على التفاهم نتاعو، ولقيت جو كبير معاه فريمون من احسن ما عرفت معناه من المسؤولين في حياتي. ورئيس النادي بالطبيعه يوسف العلمي. والله قليل وين امين قليل وين نلقاو ملاعب خارج من جمعيه شكون المسؤولين السابقين؟ اي والله من المسؤولين هذوما اللي شادين في النادي الافريقي من احسن ما عرفت، فريمون ناس بروفيسيونيل اللي حبوا النادي الافريقي وخدموا النادي الافريقي بقلب ورب. ما قصروش الجمعيه، عملوا اللي عليهم الكل. مالوزمون سنا معناها الشامبيونات ما كملتش، تشوف معناها الكونديسيون كورونا وكل، كنا في عندنا الشانس نتاعنا في الشامبيونات، مازال عندنا الكوب مالوزمون معناها سيزون فوتو هذه في الهوند في تونس. فوالا لقيت تفاهم كبير معاهم وحكيت معاهم معناها في فما كارت شور تابل، وسي قيس ما كانش معناها حاب يشير ولا عصاف يدي كما نقولوا، وبالعكس تحل البيبان وعرف لي شانس نتاعي هذه كبيره باش نظهر في الاوروب ويشال لي روبيان معناها الواحد يتعرف غادي وفي لو نيفو. فوالا اعطاني شانس هذه حاب نشكره. نورمالمون يطلبوا فلوس على الجمعيه، ما كانش مستعده تدفع هي؟ والله الجمعيه ما كانش مستعده تدفع حتى ربي عندهم، خاطر كنت في كونكورون ثاني وثلاث غارديان اخرين معروفين زاد في الاوروب في الكيب هذه، هما خيروا باش يتفقوا بخدماتي، ما كانوش معناها تري موتيفي باش يدفعوا برشا فلوس. خليت مستحقات مش برشا، ما نجمش نقول خليت، هذا اقل ما نجم نعمل للنادي الافريقي. ولا كانت المفاهمه كي قلت لكور مع انت خيس ومع انت يوسف العلمي باش نخرج ان شاء الله ونحترف برا في صربيا ان شاء الله. كيفاش تقيمها من الاكسبيريونس في الكلوب؟ ظهر لي موسم اقل شويه من الموسم، كيفاش كان؟ والله اكسبيريونس يونيك مع الجمهور كيما جمهور النادي الافريقي، مالغري ما لعبناش بالجمهور، اما في كل انترينمون كانوا يكونوا موجودين، حتى في لي ماتش كانوا يكونوا حتى تلقى 10 في الدغني قد 1000 في سالة يبداو موجودين. الجمهور ما قصرش، الجوار زاد يعطي مساحه، خلاو الانتجراسيون تكون سهله في النادي الافريقي. الستاف تكنيك سواء سي حافظ الجوابي ولا سي زويب المسعود توا اللي شادد، وسي حمد المساوي بيان سور، وسي الضوي المدرب مساعد، كل ما خلاو الانتجراسيون سهله. عدينا شامبيونات باهي الحقيقه بحكم ربي، باركور باهي سيرتو في الروتور نتاعنا، مارغري الديفيت اللي عملناهم في الالي الروتور ريكوبيرينا شويه، ربحنا الديربي، ربحنا ريتوال في سوسه، ريتوال في جورجاني، عدينا باركور باي، كنا ماشيين في ثنيه محترمه وثنيه تبشر بكل خير. الله غالب لي كونديسيون الثنية ما كانتش 100% بيرفكت سورتو مع الكورونا، سينو كانت عدى سيزون بيرفكت على الاخر في النادي الافريقي.
مين لعبت في كيبات كبار ثلاثة كيبات كبار الكلوب ليتوال اسبيرونس، شنو الفرق بيناتهم؟ ها شنو الفرق؟ والله الفرق كما تعرفوا الناس الكل، ليتوال أول حاجة قبل ليتوال كنت لعبت مع طبولبا جماعية اللي طلعتني وهي عطتني الاسم وهي اللي حلت الباب لك ناسيونال، بعد مشيت فريقك الأم جماعية الأم فوالا بعد مشيت مع ليتوال جبت كارتيت ليتوال دو كوب دو كوب عرب. في الاتوال عشت في الكونديسيون الكل الباهين والخايبين والمتوسطين، جمعية جوها نظيف وجوها باهي، ناقصة شوية اورجانيزاسيون سيرتو في السنين الاخرى اللي هيك تشوف مع الاتوال رجع عندهم 11 شهر ما خلصوش، معناها حاجة كاتاستروفيك على الاخر. في نادي الترجي اول حاجة زاد كيف زاد ديتيتر، لقيت ناس حبوني وحبيتهم ودخلنا بالمعروف خرجنا بالمعروف، زاد ديتيتر زاد الاورجانيزاسيون في الترجي ديما تكون خير. النادي الافريقي جمهور يونيك عنده وتوجد في حتى عالم مكشوف ديجا الاتخاط اللي يعملوا فيهم مليار 2 3 10 تسمع كم بالمليارات في حاجه حاجه خيال معناه. والاداره الاثنين تاع النادي الافريقي سرتو جديده هذه مش مقصره على الاخر في قايد البدوي ويوسف العلمي والهيئه الجديده كل شيء النادي الافريقي اللي تبشر ان شاء الله بكل خير النادي الافريقي ولادها اللي واقفين لها. ان شاء الله تعدي سنين باهيه للنادي الافريقي، السنين الجايه تبشر كم كل خير بحول الله مع مسؤولين يكونوا معنا واعيين كما اللي شادين توا ولاد نادي الافريقي نجموا كان ينفعوا نادي الافريقي. باهي طموحاتك شنية بعد صربيا امين؟ تخمم باري مع اكثر ان شاء الله الكونترا كان على عام وفيها مكان دقيقة باش تكون ترومبلان ان شاء الله للاوروب والشامبيون اقوى من صربيا وخير من صربيا ان شاء الله تكون ترومبلان وتحلك البيبان هذه في الاوروب ان شاء الله. اكسبيريونس ان شاء الله تكون اكسبيريونس باهية وكما قلت تكون باب للظهور اكثر وتعريف بامين البدوي في الخارج ان شاء الله. بالتوفيق خويا. ميرسي بوكو اسلام، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين اكسبريس افام. يعطيك الصحة امين البدوي، حارس سابق للنادي الافريقي الترجي الرياضي النجم الساحلي وكذلك نصر طبولبا، بالتوفيق ان شاء الله في تجربة جديدة في بطولة صربيا ان شاء الله، ايضا تجربة اوروبية الموسم القادم. هكنكملوا في البلاي اليوم، شكرا انيس الجويني في الاخراج، ايضا نصر الساكري في الاخراج الرقمي. كان ضيفنا اليوم ثلث الساعة ونص الاولى الحارس الدولي السابق للنادي الافريقي خالد عزايز، اكيد اللي فات الحوار نجم يرجع على موقعنا والصفحة الرسمية نتاعنا اكسبريس افام والا الصفحة الخاصة بالرياضة اكسبريس سبوري، يلقى الحوار كامل كما كان معنا منذ قليل امين البدوي حارس النادي الافريقي التحق بتربية. كيف كيف اللي ما سمعش الحوار نجم يعاود يسمعوا على صفحتنا في فيسبوك. نتقابلوا غدوة ان شاء الله، اجمل تحيات اسلام.